وأكون ده وهاي 2024 هدي عن كحدلو كيس كوساب سان أحمد رشيد وأنا أقول هاي قف كسر حافظا سلي كنول أما كنول عن شري دبعت هذا كلو دونا حافظا لقصه مري دبعتوا يكوا فرب الناين كو دبعتوا نيسيتوا حكم بدهيد ودوين الآن يقولي بقى إن لان كما تغنى يحل دبعنا ذا ما تهندت كلا إيه هستين لكن وايد دم بقى مركز سمار حافظا قعنت كوسان نقطي أو يوسف حسن أو قبطي وحصلت شيء إن وضيم بدن حافظ الله لسي إن ما تغناي جنا عصي حافظ أوكري ما كتاع إد عضي وحهذا نسول لسه درسي أمن الدريح وجن أو أي جيسنا ين رج مدو أي الصومالي ولي وح أقدرنا ما كي مدو ولا جسوا تجي صومالي ذي أهين ولي بجرهن عيال أورنجري سوبر باوا لبعت حوجن بعرنتاس يكنتي دير اللي بدن بعد عي لا كمانان جاريو داو عير إيد هالشيءين هبين كست إسبيتال هذا حافظ إسلي وحل جنجري تبان قف يكب بدن بل جنجري وأن أجن هاي بعندك تاس إيد أو إيشكتو ولا هو فريستي حافظ إسلي كوميونيتي كده يقولي به حل بعندنا درجة صدور تمر إستان سوماليات يحتى هو كلام أمريكا لكي إيماني انتي الله فريستي حافظ الأمن كده محل قصة من كرا وحل وجه الشيء مركا إن حافظ الأمن جدا لا كنترولو استمر كان الله كيانو تد سومالية أو إزجرانا يان ويلشن أو قد كسو إجرانا لجري كرا تاس مركا وحس سببتي إن أحمد رشيد ونقضو دد كي مكاس لوحو شي إن أمن حافظ إسلي وحكا قبتان إساق الدنبي كريا أوقل وحاوي مركا إيادا إن وكم إذا هذا كان لوح شيء حافظ إسلي إني أملك كذا يعني دم بيجي أحمد رشيد أوقل وحاوي إنه حافظ أملك كذا جاي دم بيجي أحمد رشيد أوقل الوجه استو وحاوي إن جناسي الصومالي ذا أوكبعي دم بيجي الوجه أحمد رشيد وحاوي إن حافظ كلا دم بين يو أي رتي صمعد أنت عسى عمك وحيك أنت مركا إن اللي يرادو حافظ إسلي سيء النقطة كرتاه رموت كحافظها كلا إيه مثلا نيروبي أنت عسى الوجه استا واحد دم بيها وعندنا كده أنا رغمه ما لحن هدي دم بيقول قلي نكن لامه أمني جاي وكتير سنة والله صو حل صارتي دولة بقول لي بتي همين إمارين توجد ولا لايا ما لندو بش هذا أنكو جرنو لحد هذا شن توج بما تغنى يا كيو اللي جود لي يا دري بولس كدري بحيو درين والله صو حل صارتي ما تغنى إني السماية مركا أحمد رشيد دم بيقول سمي كري وحوي خر مركا حافظة أمني جاي حافظة كلا دم بينته وحيو كيانوي سومالي دا كنو لسلي بسنس ككله آد بي متغانا او رياخ سنايين إن أحمد رشيد و سيد شوغو استمر كانا محكمة دان إيه داد كان واحا ودانا دان لغا مريو أوكي أرينتا مكا ياواتو أرينتا وحاواتو مركي ويلش إن يرر كي إيه جرين من دي يكو دغالي جرين من دي دا سيد داد با أوكيني جري كا جنعسين جري ويلش وحي سمعنا جينا دروغو دروغو سيد داد با كا جنعسين جري قريجا خاصي سيحان جرين لغا داد با متغانا إسكالها وحاسي أودن بيزنس كاس حرمي يا متغنى يا أحمد رشيد يا الله إذن يا أولي يا متغنى بيزنس كان يوم نجح حري إسبيتالا لفت هذا لجيني لو عيد الود وينشري إنه حنسكو قريما هن أحمد رشيد حق يستوى إنه برنان كي ماذو حتى أن هاي تكون الحفلة إسلي وحن أتاعن نهبين إمال إن أحمد رشيد حق يستا إن أهله أو أه إن أمن جي يكردم بين تحفظا أوكيري إن كو أول مرينو وحونا أحسن أو استغ أقل مبل سما هن إن هو أبل جدنا إن ما تغنى جد أن كورنا وأمان أمريجنا وحنا ما تغنى سأقول أقل من ودنا سنتين. And وكده وهاي دلوقتي 24 and أرين كان أي برشدة قادرة جاي سو سيابها كلا دوين لوجا هلايو أح قدية أحمد رشيد. أحمد رشيد رنهانتي وحوا حاسي فيها مجال ده and جارهان حافظ الصومالي ده استغ الله إجمد وريبة أو علماء الدين يقضي على قمة دي الصوماليات إمش الدقيبة أي أو إجمالاً إن هو حقق بتو دليل ده بلا سبب تاعه شعب كان هبين يا مالن هل كان تهري لو قلناه يجوا أدرن يردي طبعا صوماليات أي إسكو بدلين قاب كلا أو موريان ما أه أو أي لب حين سو باور أو يكون دجال ما هي تهري يو قاركود حتى على شيء إنه بستولة هيستين تاسي أو مركه هربا لوجش كسرع إن طبعا ضد سيدا وكذا واجي نسا حبك يوم مشان كهلا وكذا واجي أو هاي إن دخل كوه يستين كلو جونيا أو أي كم تهاي إن هوب كاسي أما أجب كاسي لوجو دعالمو أي طبعا دخل أو هاي لفتر كذا مشي كسو جلسي دروجة دي اللي يبين هاي سيدا كلا أي هاي مال طبعا أي كسو جلسي دخل وكسو جلا مغرش وكسو جلا هاي and أول يجري سومالي يدا هاي سكوب بعضه مال كستو يجوكتو وحلا شقيا أي هاي and صوبتوا عدل يردني يجا مسكح هذا كلي انتي هندسين دور كما يسنجلين ودن كان ودن محوها ايجا اليهين ما يسنهين
ان dad kale ayaa adeegsaday oo dabcan sababtaasi u lahaa in ay waxaasi sameeyaan dawada kaliya ee lagu hortagi karaan waxay ahayd in wax cad la tuso een sababtoo ah Soomaalida ee dabcan kaliya waxa xukuma Soomaalida madax adag tahay kaliya waxa xukuma ama amaan ka hela qofkii meel iska saara oo hadii shan taadan imi ka cilin sharci ka macilsi Soomaali kuma mahda marka dhalinyaradaasi dhibaato fara badan ayay ku hayeen magaalada gaar ahaan xaafada Islii een waad ogeydeen masajidada looma lagu ma tukan karin oo salaadii oo kale dhaxda ayay u gali jireen dadka een haddana waad aragtay magaalada horumarkeeda iyo amnigeeda magaaladaas la maraysa hadda korani waxa uu dhacday aniga oo xaafad xogaa ii jirta u socdo een aadna magaalada aan u kala aqoon ruuhanti markaasi ayaan taleefan la soo baxay dhigtaan saaray afarteeda gees ay qayli ka yeedhay hal mar ah tukaamadii ahaa oo isugu jiray madawgii meesha deganaa een inkastoo wali xaafada iyada madaw ay u badnay waxay dhahayn taleefanka iska xare taleefanka iska xare ayay ku qeyliyeen meesha iyada ana waa meel madaw kaliya ay degan yihiin dadka laga cabsanaayo ee saas u qalqal galiyay umadana waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayay ahaayeen een ilaahay wuxuu xukun meesha iyada hadda 8 saac oo habeenimo hadaad marto ka shakin maysid arkin maysid qof wadada taagan amnigaasi wax lagu naaloodo oo ilaahay lagu xamdiyo ayuu horta aha een adee Soomaalida ki xunba hadii uu reer habal yahay oo aan iska qaban karin oo sharciiga la marsiin karin oo aan wax loo sheegi karin oo ki far loo qaadaba reer habal uu yahay tuuga reer habal uu yahay qaad uudariiq reer habal uu yahay oo qabiil uu ku daaqsanayo tuugna uu yahay muslimiinta qaad uudariiq oo muslimiinta dhaba uu yahay waa goonideeda laakiin arrinka lagu haysta ay ah qadiyada Axmed Rashiid ee lagu haysta ah amniga inuu ka shaqeeyay taasi een umada Soomaaliyeed ee halkan ku nool ayaa wada og marqaatina ka een xaafada Islii afarteeda koono meel kasto maanta tagto way dhismaysaa een dabaqyadii hore gagaabnaa ayaa kulli sara u wada kacay ganacsiga ayaa kor u kacay een nolosha dadka ayaa isbedeshay si caadi ah ayaa xaaladda u kala socotaa een hada darad kaliya marka laga dhawaajiyay oo foodood ay ka dhalatay baraha bulshada oo la yiri Axmed Rashiid waa la xiraya iyada oo waliba een warar een turfateen ay loo galiyay media in la xireeyba een dhaqso waxa la arkay dhaqdhaqaaqyo een xaafada gooniyeed ee yacni geeseeda ka bilaawmay oo ah in ay soo la laaban hayaan nimankii maadaama ay ka war heleen ninkii madaxa kaga taagnaa in xabsiga loo dhaadhiciyay marka taasi marka waxay ku tusinaysaa een magaalada inay amnigeeda xasilin ama xaafada amnigeeda uusan sida la rabay uusan noqon dad ayay dan ugu jirtaa dadkaasi oo isugu jira kuwa magaalada aan deganeyn oo iyagu hanti aan ka oolin iyo kuwa kale oo dabcan een shisheeye aan ku tilmaami karno run ahaantii marka ujeedadan ah qadiyada Axmed Rashiid habeen iyo maalin dadka halkan jooga ayaa garab taagan wayna og yihiin wax kastana way og yihiin midada kale waaga iyada ahayd masajidada ee lagu istaagi jiray laga qeylin jiray habeen iyo maalin laga habaari jiray dhalinyaradaasi een muxuu ahaay la dhihi jiray wariyaha naga qabta war wadanka yaa dawladdu qabta la dhihi jiray culimada waaweyn ayaa lacag ku bixiyeen in muxuu ahaay een dhalinyaradaasi magaalada laga qabto oo dabcan taageerayeen oo soo dhaweeyeen Axmed Rashiid meesha een dawladda hakeensata laakiin shacabka iyo een businessyada magaalada ayaa is arursaday een kuwaasi ayaana u horseeday guulaha waaweyn uu ka soo hooyay ayaan dhihi karnaa halkaasi marka waxaad moodaa xogaa maartay mar dadka waaweynaa ee la filayay in arrinkan qadiyada si weyn uga hadlaan oo ay culimadu kamid tahay oo dad badan oo madaxa kamid yihiin oo dad badan oo ganacsadayaal oo halkan hanti badan ay ka taalo ay kamid yihiin een in ay sidii la rabay aysan uga hadlin oo ka aamuseen taasi ayada ana ma aha wax yaani muxuu ahaay jidka islaamka waafaqsan dadka inay toosnaadaan ayaa la rabaa wixii la isku ogaa in laga leexdana ballanta ma ahayn Axmed Rashiid habeen iyo maalin inaga ayaa garab taagan oo ah dhalinyarada Islii iyo dadka ku nool magaalada Islii ganacsadayaasha odayaasha iyo dhamaan een Soomaalida kala duwan ee halkan degan macal xitaa jaamacadaha een magaalada Nairobi oo xitaa xaafada Islii ka baxsan ardadeeda ayaa waxay sameeyeen abaabulo fara badan oo ay uga hadlayeen qadiyadan iyagoo u mahadcelinayay Axmed Rashiid waa dadkii madaw ahaa Afrikaanka ah ee meesha ku noolaa oo sheegeen in dhibaato ay ku qabeen jaamacadda aadisteeda iyo u kalahideeda iyo dhibaatadeeda oo laptop wadada la mari karin lacag la mari karin haba yaraatay wax wadada la mari karta aysan jirin inaad un gaari ama qamaabadan ku socoto mooyaan lug aysan jirin waxa laga cabsanayay dhalinyaro yar oo Soomaali ay yihiin run ahaantii arrinka aad ayaan u bogaadinay shaqadana halka sida caadiga ah meego socon doonta dabcan Axmed Rashiidna lama xirin taasina halka ma ka cadeynayna inuu joogo wabillahi tawfiiq السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد سوماليد ميل ولي بيت جوكتان واني وها عبد القادر عبد الله وكميدا لان يرادا كنو الحافد إسلي وحارا ما انت فكرة دايدا انان كديبتو أرنت أحمد رشيد ايوا يدو قد دم بيسيبا برها بلشادا آد كو قبصتي دادك سوماليد سووين سووين دينيان
أحمد رشيد سيدا لو دوكسونيا وحاو قبتي وقرح سوى بعض السعب اللغو مقارن كرو ولوغيا بلشادة سوماليد هورماركن يبراركن يحافظن إسلي يمقالد النوريو مدالك كين يقودهان بسيدا يقولن ينشرفت أكو جوغان أحمد رشيد وحكم بدي إياهاي الشخصيات كسيدا وين وقصو قبقات أما دادك اللا ليه كرو نبادا وكسو دبال حافظ إسلي أوغيد يدادك سوماليد ميالكستو أي جوغان بحي كسو أهل قبصدان ميادكو نوشي حافظ إسلي مركا حافظ إسلي وحيتها يمدى كل مسيشان تسوماليد ميالكستو إس جوغان بي أحمد رشيد وحكم بدي إياه الشخصيات وضبلحات كأوها حافظ إسلي إنا نقطة ميال دادك سوماليد ودا كل مسي أي أمد سوماليد ميالكستو جوغان أي صوبك سدان كي قرب جوغي كي قدش جوغي يا كوكاستو ميالكستو عالم كوكوغنو ليهاي با ومكوفانو إنو مركي ليه حافظ إسلي كوصو نستو أحمد رشيد الأنتين وحيلتها حافظ إسلي جريتان كدنو آدوات كانتون أحمد رشيد مركا وحال لا نهي أرتا إدكاستو أرهماها كدن بيسا أما كيسك أحمد رشيد لغسو أوغيو أرتا زو كوف الشيل مدونان مرنان ومصفر تقلي دونتو صوتو إتا أحمد رشيد وحو هايستا وغران هالمليين وحافد إسليو كنول واسيق قرب تاغان وقود دياسا إنه مالكستا لغلان قود كستو وغلاء كلا دعان مركا وحال لا نهي أحمد رشيد رقا كدن بيا أما سياسيين تا أما إدكاستو أو لقلي إنا أرنتا سكوان تودو أحمد رشيد دو حال لا نهي كيب قوين شاقضا دا وضو أنك قرب تاغان مركز تنوات قوليسة دونتا وانا وضا قوليسة دونا أدياد بانو ماسنتين.